كويس وتخرج لبره الامان. ان شاء الله. كابتن مختار مختار وقيادته لنادي انبي، شايف انه الموضوع هيبقى فيه تنافس كبير النهارده طبعا اكيد، ولكن يعني متوقع انه الخطط اللي حطيتها كابتن مختار مختار هل ممكن فعلا تبقى قويه قدام نادي الزمالك؟ يعني متوقع ايه؟ كابتن مختار من المدربين اللي برضو يعني ليهم تاريخ وليهم تواجد في الدوري المصري. عمل انجازات قبل كده مع بتروجيت، كان اول الدور الاولاني دايما كان بيبقى اول الدوري، انما كان بيحصل بعد كده دروب في الدور الثاني، فكان فرقه بتروجيت ما بتستمرش على القمه. انما مدرب صاحب فكر وعنده كمان رؤيه كويسه. انما دايما يعني انا بقول ايه، بقول ان المدرب واللعيبه دولت يعني حاجه واحده، لازم يبقى في التجانس والتقارب بينهم قوي جدا، بالاضافه لوجود العناصر اللي انا اقدر استغلها في طريقه ادائي. ده موجود مع كابتن مختار وموجود مع كابتن حسن. انما طبعا الفرقتين واضحين قدام بعض، اللهم الا مثلا مين هيلعب الزمالك اذا كان هيلعب 3 5 2 او 4 4 2. انما فرقه انبي معروف بتلعب اربعه دايما، بقالها 4 أو 5 سنين بيلعبوا اربعه ورا. مين اللي هيلعب ومين اللي هيتحط ومين، دي بتاعت مدرب. احنا ممكن نقول دلوقتي الفرقه هنا والفرقه هنا، هنختلف على وجود 2 3 لعيبه في كل فرقه. انما المدير الفني زي ما قلت لك في اول اللقاء، ان الحنكه وطريقه تفكيره في استخدام اللاعبين خلال المباراه هي دي اللي تحسم المباراه ليه. يعني طبعا كابتن عفت انت مشوار طويل جدا في الكوره، وكنت من اهم لعيبه الكوره الموجوده في نادي الزمالك، واثرت كبير بطريقه كبيره جدا. ممكن نقدر نقول من خلال الخبره بتاعتك في الملاعب، انت متوقع ان النهارده ممكن يكون الفوز لمين، رغم ان الكوره ملهاش صاحب، يعني محدش يقدر في الاخر يتوقع، بس انت توقعك المبدئي ممكن يكون الفوز لمين النهارده؟ مبدئيا كاس مصر ده اسمه بطولات المفاجآت، دايما في مفاجآت في كاس في الكاسات عامه على مستوى العالم. يعني ممكن تلاقي فرقه من الدرجه الثالثه بتلعب نهائي، وحصل قبل كده هنا في مصر فرقه من الدرجه الثانيه اسوان كان بيلعب النادي الاهلي في نهائي كاس مصر. فالكاس عباره عن مباراه، مين بيحالف التوفيق فيها فبيكسب. فممكن تلاقي في اختلال في بعض قدرات الفريق ده، اذا كان بالدرجه الثانيه او من الدرجه الثالثه او حتى من الدرجه الرابعه ممكن يوصل للنهائي، وفرقه من السوبر ستار او التوب هي اللي ممكن توصل النهائي. انما من واقع رؤيتي لفرقه نادي الزمالك وفرقه نادي انبي، او حتى على التاريخ اللي فات، نادي الزمالك ليه الغلبة على انبي لبعض الاسباب، بس الوقت بقى مش هيساعدنا ان احنا نقول كل الاسباب، فيا ريت سريعا يا كابتن. اوكي. ان فرقه انبي من الفرق اللي بتحاول انها تمتلك نص الملعب بشكل كويس جدا زي فرقه نادي الاسماعيلي، فدايما حتى مباراه الاسماعيلي والزمالك الزمالك بيبقى ليه الغلبه، لان الكوره بتبقى واحده، انما اللي بتفوق قدرات اللاعبين، ودايما تلاقي قدرات لعيبه الزمالك افضل، فبيبقى التفوق لنادي الزمالك. جود لك بجد. يعني ما طولش بس عشان طارق، جود لك بجد. كابتن عفت نورتنا ونهار حضرتك سعيد، وطبعا بنتمنى الفوز للزمالك او لانبي، المهم ان احنا نشوف النهارده مباراه في الاخلاق وفي الروح الرياضيه، واعتقد ان احنا محتاجين الصفتين دول في الوقت الحالي، مش بس في الرياضه ولكن في الحياه كلها بشكل عام. ده اهم حاجه، وان شاء الله المباراه تخرج بخير ان شاء الله، وفي الاخر كلنا كمصريين نحتفل هنا او هنا ونشتغل بقى ان شاء الله. نورتنا، نهاركم سعيد. نورتنا يا فندم. طيب ايه بقى، خلصت حلقتنا خلاص، ونشوفكم بكره، لان احنا اصلا مزودين في الوقت، لان طبعا الوقت زاد مننا. نشوفكم بكره وفريق عمل جديد، ونهارك سعيد. يلا.